لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. هبة أهلا بك ومرحبا. إذن هي أهداف عديدة وضعت على أجندة هذا المؤتمر في دورته 34، أهمها عودة سوريا إلى الحضن العربي ودور العراق وريادته وعودته لهذا الدور في المحيط العربي. ماذا عن ملامح استراتيجية الاتحاد من 2023 ل 2026 في تحقيق هذه الأهداف؟ نعم يا زميلتي، مثل ما قلت اليوم تستضيف العاصمة بغداد مؤتمر الاتحاد البرلماني في العراق، وهو أنه هذا المؤتمر بصراحة وتعزيز عودة العراق إلى دوره السياسي والدبلوماسي وكذلك يعني دوره المحوري عربيا وإقليميا، وكذلك لتكريس هذه تكون فورة خطوة مهم بصراحه يعني لتفريز هذه السياسه الانفتاح على جميع الشركات الموجوده مع محيطه العربي، وكذلك انه بدعتنا الى اقناد الحضارات والسلام والقوميات، وايضا الارتقاء في جميع الاتحادات البرلمانيه اليوم، وهي مهمه هذه الخطه، وهذه الخطه مثل ما قال الرئيس يعني رئيس الاتحاد البرلماني اليوم رحب بالأشقاء، وكذلك قال أنه نحن ندعم القضية الفلسطينية، وكذلك نحن نرفض الاعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وندعو إلى تبني الدول العربية يعني قرارا بعودة يعني سوريا إلى محيطها العربي، وكذلك استمرار العراق لتقديم المساعدات الإنسانية وتقديم أيضا تضامنه مع دولة سوريا الشقيقة، وكذلك دعا البرلمانيين لهذا الدعم وعودة سوريا والعراق إلى محوره العربي من جديد. يعني الرئيس أيضا يعني اليوم رئيس مجلس النواب المصري قال أنه نحن أيضا ندعم العراق حكومة وشعبة شعب وبرلمانيات في تشريع القوانين، وكذلك يعني كون العراق أنه يعني كان خاض كثير من الحروب واخرها تنظيم داعش، وكذلك ايضا قال نحن نتواصل في بغداد ونحن عندنا علاقات وطيده بين البلدين، وكذلك ايضا رئيس البرلمان الاردني احمد صبي قال انه نؤكد دعمنا للجهود العراقيه، وكذلك موقف الاردن بصراحه كون احنا سابقا عندنا توافقات ثلاثيه وقمه ثلاثيه تربط بين الاردن ومصر وكذلك العراق، وايضا يعني العراق يلعب دورا اساسيا في جميع المحاور في اقامه العلاقات يعني العلاقات البلدان الشقيقه والصديقه، وان العراق له بصمه واضحه في خلال هذا العقد الاجتماعات والمؤتمرات وسبيل يعني سبل تقارب الوجهات النظر بين جميع الموجودين والبرلمانيين، وكذلك سيكون هنالك موقف واضح للتضامن ايضا مع ضحايا كارثه مثل ما قلت الزلزال المدمر في سوريا، وكذلك ايضا تعبير عن الامور الاخرى. وايضا يا زميلتي كان هناك جلسه ثانيه عقدها قبل قليل رئيس الاتحاد البرلماني اليوم، يعني فيه تشكيل وحده الاتحاد البرلماني العربي لزياره سوريا، وكذلك ايضا يحدد رفضه القاطع لجميع التعقيدات ولجميع الاشكال التطرف، وكذلك تحديات المشهد العربي يعني التي تتزايد في التعقيد بسبب الظروف والحرب ايضا الاوكرانيه، الحرب الروسيه الاوكرانيه، وكذلك الحروب التي حصلت في يعني البلدان العربيه، وكذلك قال نطلب بزياده التعاون والتنسيق الاقليمي لجميع البرلمانيات وانهاء آفة الارهاب الموجوده في الدول العربيه، واهميه تعزيز هذه الاسس والعمل المشترك والعمل العربي المشترك، وايضا شدد على اهميه استمرار الحوارات بين الاشقاء الدول الصديقه، وكذلك قال في اخر كلمته ندين باقصى العبارات بحرق المصحف الشريف، وكذلك نشدد على اي يعني على رفض اي فكر يدعو للكراهيه والاقصاء، وكذلك كانت هنالك كلمات اخرى، وهذا كان يعني ضمن البيان الختامي يا زينب. نعم شكرا لك هبه التميمي مراسله القاهره الاخباريه، كنت معنا بالصوت والصوره من بغداد، شكرا جزيلا لك.